يستعد المؤتمر الشعبي العام لخوض العملية الديمقراطية القادمة وفقا لما تضمنته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني. المؤتمر دعا قواعده وأنصاره إلى ضرورة التفاعل الإيجابي والدفع بالمواطنين لقطع البطائق الشخصية استعدادا لخوض غمار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة. هو اجتماع موسع لقيادات المؤتمر الرجالية والنسائية وبمختلف تكويناتها في الدائرة العاشرة، تهيئة لموضوع القي والتسجيل الإلكتروني الذي سيبدأ الأسبوع القادم كدائرة كتجربة للجمهورية. فأنا أدعو كل القيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام إلى الدفع بالناخبين للقي والتسجيل في سجلات الناخبين. وهذا الاجتماع هو اجتماع تدشيني، وانا اثق الحقيقه في قيادات وقواعد وانصار المؤتمر الشعبي العام انهم سيكونون عند مستوى المسؤوليه مثل ما عهدناهم، وايضا كل ابناء الوطن بشكل متكامل. اللقاء التنظيمي الذي تراسه الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام شدد على ضروره تفاعل المواطنين مع عمليه القيد والتسجيل وصولا الى اجراء الاستحقاقات الديمقراطيه القادمه باعتبارها اليه وحيده لتداول للسلطه. من سجل في هذه المرحله هو التسجيل بالنسبه للدائره العاشره، سيعتبر تأسيس السجل الانتخابي في الدائرة العاشرة. فنتمنى من الأخوة رؤساء الدوائر وأعضاء المؤتمر الشعبي العام في كل مكان أن يبدأوا الاستعداد لهذه المراحل من حيث تحديد المستهدفين والجدد الذين ينبغي الدفع بهم لنجاح الانتخابات القادمة. المؤتمر أكد أن الأعمال الإرهابية والإجرامية التي تمارسها بعض العناصر الخارجة عن النظام والقانون لن تثني أبناء الشعب عن مواصلة مشوارهم الديمقراطي وإتمام مسيرة بناء اليمن للحديث. فارس الصليحي، اليمن اليوم، صنعاء.